طب هو انا الصح شفت ايه كذا لو انا موبايل. لقيت ابني او بنتي يعني شفت حاجه ان هم بيعملوها مش صح، الصح ان انا اعمله ايه الموقف؟ الصح ان انا اجيبها لهم بالدايركت واي. لو واجهتي يبقى انت طلعتي بتفتشي، يبقى انت طلعتي بتتجسسي. اوكي. فما ينفعش خالص تيجي انت تتجسسي ويرجعي تقولي لا انت انا بربيك انك ما تتجسسي، مش قدوه. هو الاكونت يا دكتور اصلا يعني مربوط ما بيني وما بينه، انا بشوفه عندي على الموبايل بتاعي من غير ما اروح له. ايه انا يعني احنا يعني دلوقتي لو انا على الموبايل عندي، لو انا اكتشفت برضو بكما سؤال نوره، لو انا اكتشفت عندي فتحت الماسنجر بتاعه شفت ان هو في حاجات مش لطيفه مثلا، او هو عمل حاجات ممكن انا محددها له خرج براها النطاق بتاعها، يعني ازاي هنا ممكن اواجهه؟ على حسب لو هو من 6 ل 13 صغير ممكن اجيبها له بنظام التوية. تمام. صوره قصه، صوره حاجه، اذا انا حد من صحابي قال لي ان ابنه عمل كذا او بنته عملت كذا او بتاع ويتناقش في القصه دي ومبين سلبياتها، ما نواجهوش دايركت. هو هيبدا بعد كده ايه يقيس الكلام ده على نفسه. عارفين المثل اللي هو العرس واضحه؟ بيطبق على الكبير والصغير. هو بيبقى عارف كويس ايه هو عمل ايه، والاطفال اذكياء ما يتعاملش معاهم على انهم اغبياء. صح. طب هو استغبى، هو مش غبي لكن هيستغبى يعمل عبيط، هو مش ما عملش كده. ما تسالوش دايركت. ما تقولوش هي طبعا انه هيستغبى معاها هيستفزها جدا. فاللي هو انت بتلف الموضوع عليا بتستعبطني، فتلاقيها اندفعت برضه. الاندفاعيه في التربيه زيرو تربيه. اوكي. دي من الحاجات السلبيات الخطيره في التربيه. لما تندفعش فكر في اسلوب ثاني تخش له بيه برضه اندايركت واي علشان خاطر في الاخر تخليه هو اللي يجي يقول لها. ولما يقول لها من نفسه يعني هي نظام بقى تزنقه 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 لحد ما هو يجي يقول لها، وانت ان هو قال لها تعظم الموضوع بطريقه اوفر، يعني ايه تعظمه ايجابيا. انا مبسوطه انك انت وثقت في مامي، انا مبسوطه ان انت حكيت لي خالص ان هو عمل كارثه او عمل كارثه او اي كلام خارج او وات ايفر المشكله عنده كانت في ايه. ما تبصش للسلبي خالص غير في الاخر. تبدا مثلا بتاع 10 دقائق ربع ساعه ما تقول له ايه، شوف انا بثق فيك جدا، انت حبيبي، شوف انت اللي جيت قلت لي من نفسك وما اعرفش ايه وبتاع، من تماما ما تعملش اسلوب هجومي خالص. وفي الاخر بقى تفهمه هو انت عملت كده ليه؟ هو اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟ ما ينفعش نتبرع ونقول لاولادنا انت غلطت في كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ما ينفعش. ليه؟ ان احنا ما بنشغلش مخهم. هو الصح ان هو اللي يجاوب، بمعنى حبيبي هو انت عملت ده صح ولا غلط؟ هيقول لك صح وهو غلط. طب صح ليه؟ اسمعي الاكسكيوز بتاعه، ما يمكن الاكسكيوز بتاعه يكون هو اللي صح من وجهه نظره، عشان كده هو شايف الموضوع عادي انت مش شايفاه عادي. لو سمعت وجهه نظره اكيد غلط، قول له انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ طب بص يا حبيبي اللي انت بتقوله دوت الى حد ما صح، لكن هو الحقيقه غلط. تيجي نقول غلط ليه؟ هيقول لك قولي، يقول لا انت اللي تقول لانك انت ذكي. ساعات كتير جدا بقول انك انت اذكى مني. يعني المهم ان انا اتحكم في اعصابي بشكل كفايه وبعد كده ابدا ان انا اتكلم معاه بالعقل. جدا. اوكي. ليه بقى؟ لان اللي انت بترسخيه فيه في عقله، في الاسلوب اللي بتستخدميه معاه بيمنع انه يخاف منك، بيمنع انه يحكي لك، لان انت في الاول وفي الاخر السورس بتاع المعلومات بتاعته. صح؟ فلو خاف منك وما خدش منك هياخد من غيرك. مظبوط. وغيرك دوت اللي هو في نفس سنه ممكن يضره بالظبط، ولا بيخاف عليه وعايز يعمل زي ما هو بيعمل وخلاص. مظبوط. يبقى انا اللي منعت ابني انه يحكي لي بارادتي مش بارادتي. ليه؟ لان رد فعل اندفاعي هجومي عصبي. الثلاث حاجات دولت انا بسميهم من الموبقات في التربيه. نخلي بالنا منهم جدا. يا دكتور نورتنا جدا وشكرا جدا طبعا على الافاده. دكتور هادي القاصد استشاري التعديل السلوكي، يعني باختصار الموضوع يعني نخليهم يتعايشوا عادي جدا، لان كده وكده ده امر واقع، الحياه والتكنولوجي وكل حاجه خلاص بقت مفروضه علينا بشكل معين، وهم مختلفين عندنا برضو كاطفال نتابعهم الموضوع محترم جدا.